بدأ تحريك اللعبة في الملف الليبي النهارده. بدأت تتحرك قوات تبع لفتحي بشاغة بتشتبك مع قوات تبع لعبد الحميد دبيبة. ثلاث قتلى وعشرات الجرحى في اشتباكات متواصلة بقلب طرابلس. الحقيقة النهارده الخبر يخض. طرابلس كانت آمنة منذ أن تم دحر عدوان حفتر عليها من أكتر من 3 سنين وشوية، من ساعة ما تم صد عنوان حفتر تقريبا في 2018 إذا كنت أذكر أو 2019، وهو من ساعتها طرابلس آمنة. لكن لا يراد لليبيا أنها تكون آمنة، وليبيا تحولت الى ملعب. طبعا العدد ارتفع جدا، ده كان احصاء مبدئي يعني، العدد وصل 12. طبعا اشتباكات عنيفه، والليبيين طبعا انتوا عارفين الليبيين كلهم دلوقتي معاهم اسلحه، يعني محدش ليبي دلوقتي، يعني الليبيين كلهم مسلحين باسلحه حروب. فلذلك الحقيقه الوضع في ليبيا وضع متفجر بشكل يعني مخيف ومرعب، ومن اراد اشعال هذا الفتيل الحقيقة خلونا نسمع أهل الذكر، يعني بلاش أقول رأيي أنا، خلينا نشوف الدكتور محمود إسماعيل الرملي الباحث في الشؤون السياسية الليبية عبر سكايب معنا. أهلا بك يا دكتور محمود. مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبإذاعتكم الموقع. دكتور محمود، بداية ما الذي جرى اليوم في طرابلس؟ ما جرى ليست المرة الأولى ونتمنى أن تكون الأخيرة، لكن ما جرى واشتباكات عسكريه بناء على الاشتباكات السياسيه، ونقصد بالاشتباكات السياسيه هو فشل ذريع للاجسام في مشاريعها وفي اداها وفي خدماتها وفي ادراكها للمشكل وفي علاجها للاشكاليات، ولذلك وصلت الامور الى ما وصلت اليه، فشل سياسي ثم عقبه فشل امني، وايضا انتهى الى امكانيه أن يكون هناك مناوشات في كثير من المناطق، وانتهى الآن ربما هناك جزء من هدوء بسيط، لكن الواقع أن هناك قتال بمفهوم الكلمة في شوارع، وهناك إشكاليات عميقة، وهذا أدى وسيؤدي إلى كارثة اجتماعية وأيضا اقتصادية بناء على الأضرار. وأيضا في الزاوية الثانية هناك انقسام، وهناك تغيب للأجسام الفعلية التي كان من الواجب عليها أن تقوم بواجباتها لحماية الليبيين. زاوية ثانية هناك قوات ربما دخلت من بعض المدن وربما تصل إلى العاصمة، وكل ذلك سيؤجج الصراع، وليس في مصلحة أي ليبي أن يكون هناك صراع مسلح، خاصة ما بين الإخوة الذين كانوا رفقاء في سلاحهم وفي مشروعهم من أجل مناهضة ما يتعلق بالطغيان العسكري أو ما يتعلق باستبداد القذافي وغيره. ذلك مدعاة للقول أيضا لأن ما حصل يدل دلالة واضحة على أن المجتمع الدولي فاشل بامتياز، وأنه لا يريد الاستقرار لليبيا. طب دكتور، هذه الجملة الحقيقة كنت يعني أنوي أطرح السؤال المقبل لك بخصوص المجتمع الدولي. ليبيا أصبحت للأسف الشديد أرضا يتم اللعب فيها من قبل قوى متعددة، هل ترى أن هناك قوى محددة هي التي فجرت الصراع اليوم في طرابلس؟ تقديري ليس دولا، هناك دول تدير الصراع لنفسها وتحاول أن تجعل من ليبيا أرضية خصبة لما يتعلق بمصالحها، وتجعل من ذلك هناك الدول في ليبيا قسمين، قسم متدخل إيجابي له مصالح في ليبيا، ولكن هذه مصالح مشتركة ويأتي من الأبواب للتعامل مع الدولة الليبية من الطرف الآخر، وقسم آخر دول مرسملة على أنها متدخلة سلبيا، كانت أسباب في النزاع والنفاق والبيع والشراء والأزمات والحروب، ومنها للأسف دول تسمى عربية كما هو، لكن في أنظمة لديها إشكاليات كما هو الحال في الإمارات وأيضا مصر السيسية وبعض الدول الغربية، لذلك هي باحثة لاهثة عن مصالحها أكثر من بحث على أي شيء كمصلحة الليبيين. وهنا لزاما التنويه إلى أن هذه الدول لم ولن تكون جزءا من حلم ليبيا، تحاول ان تتنمر على ليبيا في النضال او تستقوي ببعض البيادق او تحاول استخدام الايادي المرتعشه التي ليس لها مكان من الجانب القانوني كقوين الدفاعيه، فتمني هذا كل ذلك حقيقه مأساة عند المفهوم الفعلي لزاما ان تنتهي. وعندما يتم الحديث ايضا على البيادق
لأن أكثر الإمكانيات الصوت يبدو أنه قطع يا جماعة. تفيد 80% وال20% المتبقية على أرض الدولة الليبية، ومع هذا ليس يعني هذا لا يعني أن ليبيا عقيم، إنها بلد منتج للرجال وقادر على إبراز الحلول وقادر على استخدامها، وأيضا على الليبيين أن ينتبهوا لأن ذلك مدعاة إلى تعاضد أكثر. ومن هنا جاءت الدعوة من البعض إلى إنشاء جبهة وطنية لتصحيح العملية السياسية وإعادة إنشاء جسم تأسيس جديد يحل محل الأجسام المفقودة، لأنها أجسام متصارعة غير واقعية وغير قادرة، وتسكنون الموقع أنها غير قادرة على إدراك ما يريد الليبيون ولا التوجه إلى الحل في إطار المشكل الليبي الواقعي. لم تؤثي الثمار جهود أي منها بميلاد دستور ولا بميلاد قوانين تستطيع أن تنجح ليبيا. ليبيا بها كثير من الموارد لكن بها سوء إدارة للموارد، لديها كثير من الإشكاليات، بها كثير من الإشكاليات السياسية والاقتصادية والأمنية، ولذلك يجب أن يكون هناك حراك فعلي. ما بدأ واضحا اليوم وبعد المناوشات التي طالت الأخضر واليابس والتي وصلت إلى أزقة شوارع طرابلس، هذا يعني ضرورة أن يكون هناك تحرك ليس فقط ببيانات معهودة وإنما ولو كلمات منمقة، وإنما يكون من خلال أفعال ومن خلال تبني مشروع ومن خلال الوقوف مع هذا المشروع. إن التعويل على الأجسام الموجودة على أنها ستكون جزءا من الحل هو بيع للوهم للآخرين، وإن التعويل المجتمع الدولي هو أيضا مدعاة إلى القول بالضحك على الدستور. وإن الواقع العملي، وإن كان هناك أيضا دعوة لإمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن خاصة بليبيا يوم 30/8، إلا أنها لن تخرج بشيء إلا مزيدا من دعوات القلق والتعبير عليه دون أن يستطيعوا حتى مجرد التعليم أو تعيين مبعوث أممي، وإن كان المبعوث الأممي لن يختلف على غيره من السبع الأوائل الذين توالوا في ليبيا. ولذا لزاما العمل على أن يكون لليبيا قدرة على أن تحل إشكالياتها بيديها، لأنه حقيقة كثرت الإشكاليات في ظل مجتمع دولي كثير من النفاق أعضاؤه يمارسها، وكثير من الإشكاليات يخلقها ويبحث عن مصالحه أكثر من مصالح الدولة. بالتأكيد يا دكتور، وهذه الجملة أقف معك معها كي أختم بها وأقول أن حضرتك تعلم جيدا أن الأزمة الآن الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، أوروبا تعاني من أزمة طاقة بالتأكيد، فهل تكون ليبيا هي الحل من وجهة نظرهم بالاستيلاء على مصادر الطاقة فيها؟ في تقديري أن الغرب لاهت ربما في ليبيا لأجل ثلاث: عربة الإرهاب، وملف ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية حتى لا يصل إلى أوروبا يحمي بلدانهم ويجعل من ليبيا كشرطي، والملف الثالث النفط والغاز الليبي ليحل جزءا من المشكل. وهذا ما بدأ واضح، لا يهمه استقرارا ولا ما يحصل من ناحية أمنية، يهمه مصالحه. نعم الدولة تبحث عن مصالحها، وحان الوقت إلى أن ينتبه الليبيون فيبحثون عن مصالحهم ويتركوا هذه المهاترات، ويرموا أيضا بالزبالة إلى الذين يحاولون قدر الإمكان محاولة الإطالة وإطالة المدد من برلمان وأجسام أخرى متصارعة متناطحة غير متوافقة وغير قادرة على إدراك حجم المشكل ولا التوجه إلى الحل. إن العمل الإجرائي لا يفيد، والأمل في ليبيا كبير، ولذلك لزاما النجاح، ومتأكد بإذن الله من نجاح الثورة الليبية. شكرا جزيلا دكتور محمود اسماعيل الرملي، الباحث في الشؤون السياسية، كان معنا عبر سكايب للتعليق على ما جرى اليوم في ليبيا من اشتباكات. يمكن أن أوريكم جزء من المشاهد اللي حصلت النهاردة، وبعدين نشوف ماذا كتب عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء الليبي الحالي. نشوف جزء من اشتباكات اللي حصلت في طرابلس النهاردة.
هذه المشاهد تؤلم تؤلم المخلصين من هذه الأمة. للأسف بأسنا بيننا شديد. احنا شداد على بعض قوي. الليبيين بيقتلوا الليبيين. طب وفروا سلاحكم وطلقاتكم للعدو. عدوك وعدو الأمة لا. بأسنا بيننا شديد. عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء الليبي كتب إلى وزير الداخلية الأسبق فتحي بشاغة يعني: وفر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين. لو كان لديك حرص على حياة الليبيين فركز جهدك لدخول الانتخابات ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها. لسه ما ولاش زمانها يا عبد الحميد دبيبة. عندنا انقلاب عسكري في مصر من 9 سنين وهو بيدعمه بشدة. لكن خلينا ندعو الإخوة الليبيين إنهم يحافظوا على بلدهم. زي ما قلنا كده اتفقت أنا والدكتور محمود، ليبيا المطمع الآن، أوروبا عايزة توفر الغاز اللي هينتقص من حصة روسيا ليها، فماكرون الآن في الجزائر يفتح صفحة جديدة مع الجزائريين وننسى بقى اللي عملناه فيكم عشان محتاج الغاز الجزائري. وليبيا بس إحنا مطمع، إحنا مركز الثروات بالنسبة لهم. فأرجو من إخواننا الليبيين يضاعوا الفرصة. ضاعوا الفرصة. الصراع والنزاع على الحكم والجماعة بتوع فتحي بشاغة دلوقتي حفتر خلاص. كل سنة طيب بقى خلاص حفتر مشروع انتهى الحمد لله. الكلام اللي قلناه من سنوات طويلة الرهان الخاسر. فلماذا تشعلون النار من جديد في ليبيا؟ إلى السادة الذين يشعلون النار في ليبيا، لماذا تشعلون النار من جديد؟ عشان فشلتم؟ عشان المشروع اللي كنت بتراهنوا عليه فشل؟ عليا وعلى أعدائي أهدها لا تنفع لا ليا ولا لغيري؟